بسم الله الرحمن الرحيم، وبالله وحده نستعين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم، وعلى آله وصحابته الغر الميامين، ومن صار على نهجهم واتبع هداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أبنائي الأعزاء، طلاب الصف الثاني الابتدائي بمدارس دار الثقافة الأهلية، أهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله وبياكم. ونعود جميعا مرة ثانية بعد أن انتهينا من درس الطبيبة نورة، سوف نقوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى بمراجعته مراجعة سريعة، ونقوم بحل جزء من التدريبات المقررة في نهاية هذا الدرس بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ولكن نقول في بداية الدرس أن مهنة الطب مهنة عظيمة ومفيدة لجميع أبناء الوطن والمجتمع، فالأطباء وخاصة في هذه الأيام التي ينتشر فيها هذا الفيروس، وكما أطلقنا على الأطباء والمسعفين والممرضات وما إلى ذلك الجيش الأبيض، وأطلقنا عليهم أيضا ملائكة الرحمة. فأولا نعيد مرة ثانية أهداف هذا الدرس، كما قلنا أن الأطباء لهم دور بارز في علاج الأمراض والأوبئة. ثانيا، الأطباء هم خط الدفاع الأول في مواجهة الأمراض، وهم أول من يصابون بهذه الأمراض لا قدر الله نتيجة لاختلاطهم بالمرضى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظهم ويرعاهم ويحفظ جميع المسلمين والناس أجمعين في شتى بقاع الأرض يا رب. ثالثا، لا بد من اتباع تعاليم الأطباء ومساعدتهم في عملهم، وذلك عن طريق اتباع النصائح والإرشادات والتوجيهات الطبية التي يوجهون الناس لها. رابعا، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. شكر أي إنسان يقدم لي معروفا مهما كان هذا المعروف صغيرا أم كبيرا، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد وفى في الثناء. نبدأ جميعا سويا إن شاء الله في هذا الدرس، وكما علمنا جميعا هذا الدرس عنوانه الطبيبة نورة، وقلنا أن نورة منذ صغرها كانت تحب مادة العلوم وتجد متعة أي تسلية وفائدة في دراستها، وكانت منذ صغرها تتمنى أن تصبح طبيبة في المستقبل. لماذا؟ لتعالج الناس وتساهم في رفع البلاء عن جميع الناس وإدخال السرور والبسمة على المرضى وكذلك جميع أبناء الوطن بإذن الله عز وجل. كانت نورة تقضي جل أو معظم وقتها في ماذا؟ تستغله أو تستثمره في أشياء مفيدة، مثل ماذا؟ قراءة الكتب، المجلات الطبية، الصحف، وكل شيء يشير إلى مهنة الطب. وهي مسؤولة في المدرسة كذلك، نتيجة لحبها لعملها وحبها لهذه المهنة، كانت مسؤولة عن صيدلية الإسعافات الأولية في الفصل. حينما رأى أبوها حبها الشديد لهذه المهنة ورغبتها فيها، ماذا فعل والدها معها؟ أهداها حقيبة إسعافات أولية، أهداها أعطاها، وكما قلنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا، فالهدية تزيل ما بين الناس والأصحاب والزملاء إذا كان هناك ضغينة أو أي مشاكل بينهم. أهداها أبوها حقيبة إسعافات أولية، كما قلنا جمع كلمة حقيبة حقائب، مثل كلمة حديقة حدائق. وإذا كما قلنا من قدم لي معروفا فعلي أن أشكره، فالشكر هذا قامت به نورة حينما أعطاها والدها حقيبة إسعافات أولية بألفاظ عدة: جزاك الله خيرا،
بارك الله فيك، أكثر الله من أمثالك. أقول مثلا أي لفظ أنت تجده مناسب فتقول له أكثر الله من أمثالك، وفقك الله، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا، وهكذا. أخذت تعرف أسرتها بعد ذلك محتويات هذه الحقيبة وما بها من شاش معقم وشريط لاصق لتغطية الجروح، وأيضا بها مقص وملقة وزجاجتان، إحداهما لتطهير الجرح والثانية لمعالجته. قامت الأسرة في رحلة بعد ذلك إلى البر، فقالت له أمها: لا تنسي يا نورة أن تأخذي حقيبة الإسعافات معك غدا إلى البر، وذلك تحسبا لأي ظروف طارئة لا قدر الله ونحن في رحلة البر. ذهبت الأسرة في رحلة إلى البر، وعندما خرجت الأسرة إلى البر أخذت نورة الحقيبة معها. وماذا فعلت حينما ذهبت إلى البر؟ كان ياسر يلعب، وبينما هو يلعب سقط على الأرض. هذا ياسر سقط على الأرض، أسرعت الأسرة لنجدته، ولكن نتيجة لحب نورة لمهنة الطب أخذت حقيبة الإسعافات وأسرعت لنجدته، أي لمساعدته، وقامت بالمناسب معه، فطهرت الجرح وغطته وربطته ربطا محكما حتى لا هذا الجرح لا يلوث، وأعطته بعض الذي كان موجود بالزجاجة لتعقيمه حتى لا يتأثر بعد ذلك للحفاظ عليه وتغطيته. بعد ذلك حينما رآها أبوها مهارتها، قلنا معنى كلمة مهارتها إتقانها للعمل، أثنى أي مدح وشكر نورة على حسن تصرفها أي صنيعها، وتمنى أن تكون طبيبة ناجحة في المستقبل. جمع طبيبة كما قلنا طبيبات مضاد بكلمة ناجحة راسبة، أسرعت مضادها أبطأت. طبعا حينما وقع على الأرض ياسر صرخ من شدة الألم، وهنا نتعلم درسا أن الإنسان لابد أن يساعد الآخرين في أي وقت يحتاجون فيه إلى المساعدة، كما قال الله صلى الله عليه وسلم: المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا. نحافظ جميعا على إخواننا وزملاؤنا في المدرسة، في الفصل، على الدرج، في أي مكان، في الساحة، نحافظ على بعضنا البعض حتى نسلم جميعا من الأذى بإذن الله عز وجل. هيا بنا نبدأ جميعا في حل الأسئلة. السؤال الأول أجيب شفهيا عن الأسئلة الآتية: ماذا تتمنى نورة أن تكون في المستقبل؟ هذه أسئلة شفهية. أولا، ماذا تتمنى نورة أن تكون في المستقبل؟ كلنا نعرف، أحسنتم، تتمنى أن تكون طبيبة في المستقبل، وطبيبة ناجحة وليست أي طبيبة. ثانيا، كيف كانت نورة تقضي وقت فراغها؟ قلنا كانت تقضي معظم وقت فراغها في قراءة الكتب والقصص والمجلات الطبية. ماذا أهدى الأب نورة؟ ماذا قلنا هذه أداة استفهام، وفي الآخر لابد يكون علامة الاستفهام: ماذا، كيف، ماذا، أين، ما، ماذا، هذه تسمى أدوات استفهام. في نهاية أسلوب الاستفهام هذا كله أسميه أسلوب استفهام، نضع في نهايته علامة استفهام. ماذا أهدى الأب نورة؟ طبعا كلنا نعلم أنه أهدى الأب نورة حقيبة إسعافات أولية. رابعا، أين خرجت الأسرة في رحلة؟ خرجت الأسرة في رحلة إلى البر. خامسا، ما محتويات حقيبة الإسعافات التي وردت في النص؟ كلنا نعلم ماذا كان يوجد في حقيبة الإسعافات الأولية. قلنا بها شاش معقم، بها ملقط، بها مقص، بها زجاجتان لتطهير الجرح ومعالجته، بها شريط لاصق. السؤال السادس، ماذا تقول لمن قدم لك خدمة أو معروف؟ أحسنتم، نقول له:
جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، أكثر الله من أمثالك، شكرا جزيلا. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، وإلى غير ذلك من العبارات التي تدل على الثناء والمدح والشكر. لمن أراد أن يكتب هذا، تتمنى نورا أن تصبح طبيبة في المستقبل. حل السؤال الثاني، كيف كانت نورا تقضي معظم وقتها؟ تقرأه في تقضيه في قراءة الكتب والمجلات الطبية. السؤال الثالث، ماذا أهدى أبو نورا؟ طبعا كلنا نعلم حقيبة إسعافات أولية. أين خرجت الأسرة إلى البر حتى لا نضيع الوقت؟ ما محتوى الحقيبة؟ قلناها أيضا. ماذا نقول لمن قدم لك خدمة؟ نقول جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، وأكثر الله من أمثالك، شكرا جزيلا. نعود للصفحة التالية بمشيئة الله، وهنا يقول أصل الكلمة بمعناها، أصل الكلمة بمعناها. كما قلنا أن المعنى المرادف المراد أو المقصود كلها بمعنى واحد. ما معنى كلمة لنجدته؟ زي مثلا نشوف واحد مثلا لا قدر الله بيغرق، يقول لك أسرع لنجدته. واحد في الطريق لا قدر الله مصاب، نسرع لنجدته، أي لمساعدته وتقديم المساعدة السريعة له. لنجدته أي لمساعدته. مهارتها كما قلنا المهارة تدل على إتقان العمل، إتقان العمل وحسن الصنيع به. الإنسان يكون عنده مهارة لابد أن ينميها ويحافظ عليها ويتقنها جيدا. نقول مثلا هناك لاعب كرة في فريق كذا أو كذا مهاراته عالية، أي أنه يتحكم في الكرة بطريقة كبيرة نتيجة لإتقان لهذه المهارة. فمهارتها أي إتقانها. ما معنى كلمة أثناء أو المرادف؟ الثناء، من قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد وفى في الثناء. الثناء معناها الشكر، المديح، المدح، عكسها الذم. معنى كلمة أثناء مدح. كلمة متعة، متعة، هل معناها راحة أم تسلية؟ معنى كلمة متعة تسلية، أي فائدة وتسلية. متعة أي تسلية. أثنى مدح، مهارتها إتقانها لنجدته لمساعدته. ننتقل بعد ذلك للسؤال التالي، ولكن لا تنسى هذه المعاني ولد العزيز، لابد أن تحفظ المعاني ومضاد الكلمات، هذا كله يساعد في تكوين ثروة لغوية لديك إن شاء الله في المستقبل بإذن الله عز وجل. نعود للسؤال التالي وهو سؤال مهم، يقول أكمل خريطة المفردات الآتية. خريطة نوع مرادف ضد أضعها في جملة. هذه الكلمة اسمها كلمة معقم. هذه الكلمة هل هي اسم أم فعل أم حرف؟ وكيف أفرق بين الاسم والفعل؟ بداية الاسم يقبل دخول الألف واللام عليه، أقول المعقم. يقبل دخول التنوين، طالما عليها تنوين نقول عنها أنها اسم. الاسم أيضا يقبل دخول التاء المربوطة. الاسم يقبل دخول حرف الجر. الاسم يقبل دخول التنوين، يقبل دخول الألف واللام. الفعل لا يقبل هذه الأشياء. فبداية نقول نوع هذه الكلمة اسم، ونلاحظ جيدا أن كلمة اسم بدون همزة تسمى همزة وصل. نكتب ألف بدون همزة لا فوقها ولا تحتها. ما مرادف هذه الكلمة؟ معقم، مضيف. أحسنتم، مضيف. طيب كما قلنا كلمة معقم معناها مضيف، لابد عشان آتي بالضب لابد أن يكون عندي دراية بالمرادف. معقم، مضيف، فما مضادها أو عكسها؟ مضاد كلمة معقم، نعم أحسنتم، ملوث غير نظيف. أضعها في جملة، أقول مثلا يستخدم الطبيب الشاش المعقم. استخدمت نورة الشاش المعقم في تطهير جرح أخيها ياسر. أدوات طبيب الأسنان يجب أن تكون معقمة، لماذا؟ حتى لا يتأذى المريض بعد ذلك من تلوث
الأدوات. نعود للسؤال التالي، نقرأ هذه الجمل سويا ونركز جيدا على الكلمة الملونة باللون الأحمر. نورة تحب مادة العلوم وتجد متعة في دراستها. كلمة متعة كما قلنا أي تسلية وفائدة ومنفعة. كلمة متعة كنا الحرف الساكن ينطق مع ما قبله مت ومنتهية بتاء مربوطة وبها تنوين، وكما قلنا أن التنوين بالفتحة لا إذا كان آخر الكلمة تاء مربوطة لا يأتي معها ألفا، فنضع فوقها فتحتين أو كسرتين أو ضمتين فوقها، فهنا بها تنوين بالفتح وبها تاء مربوطة. وعندما رأى أبوها مهارتها أثنى على حسن تصرفها. مهارتها بها مد بالألف، مد بالألف مرتين، ونركز على حرف الهاء في وسط الكلمة هنا وهنا. كما قلنا معنى كلمة مهارتها إتقانها الشديد وحسن الصنيع في المهارة أو المهنة التي تحبها أو تتقنها. أثنى قلنا الثناء معناها المدح أو الشكر، عكسها عكس كلمة أثنى ذم يعني عاب، يعني الذم والعيب على حسن تصرفها. أسرعت الأسرة لنجدته، كلمة أسرعت عكسها أبطأت، لنجدته أي لمساعدته، لنجدته أي لمساعدته. أقرأ الجملة ولاحظوا نطق الكلمة المكتوبة باللون الأحمر. هذا شاش معقم وهذا شريط لاصق لتغطية الجروح. ننظر جميعا لكلمة هذا هنا وهذا هنا، لا يأتي بعدها ألف، وهذا تسمى اسم إشارة للمفرد المذكر، فأقول هذا قمر، هذا رجل، هذا معلم، هذا قائد، هذا شجاع، هذا ولد. لكن للمؤنث وقلنا هنا أيضا هذا شاش، هذا شريط للمذكر. طب للمؤنث أقول هذه بنت، هذه وردة مثلا، هذه امرأة، وهكذا. بينما هذان لا يوجد ألف بعد الهاء، وهذه تسمى مثنى، تستخدم المثنى المذكر، المثنى المذكر بها مد بالألف وليس بها ألف بعد الهاء. فنقول هذان مقصان، هذان رجلان، هذان معلمان، هذان طالبان، هذان قمران، إلى غيره من الأمثلة. وملق هذان وهذان مقص وملقط، دل على اثنين حبتين يعني. وهاتان للمثنى المؤنث، انظر إلى كتابتها جيدا، هذا هاتان زجاجتان، أقول هاتان وردتان، هاتان زهرتان، هاتان حقيبتان، هاتان مدرستان، وهكذا إلى آخره. ننظر إلى كتابتها جيدا وننتبه حتى لا نخطئ فيها إن شاء الله عز وجل. بينما للجمع المذكر والمؤنث نقول هؤلاء، هؤلاء طلاب، وقول هؤلاء طالبات، هؤلاء رجال، وهؤلاء نسوة مثلا، هؤلاء تلاميذ، هؤلاء تلميذات، لجمع المذكر وجمع المؤنث. إلى هنا حبايبي الغاليين الفضلاء نأتي إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، مع تمنياتي لكم بالتوفيق والنجاح، وأتمنى أن أرى منكم إن شاء الله في المستقبل الأطباء والمهندسون والطيارون والجنود والمعلمون، وكل منكم ينفع في مكانه أينما حل بإذن الله عز وجل. حفظنا الله وإياكم ووقانا وإياكم شر الأشرار وشر الأمراض، وحفظكم الله ورعاكم، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقكم وأن يحقق لكم كل أمانيكم إن شاء الله عز وجل. كان معكم الأستاذ إبراهيم أبو زيادة، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.